ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. هذا التقليب أيضا آية من آيات الله وكرامة من كرامات الله تعالى لهم. لماذا التقليب ذات اليمين وذات الشمال؟ تفضل. أبدانهم، نعم، لئلا تأكل الأرض أبدانهم. الأرض طبيعتها هكذا، إذا ما طالت ملامسة أي جسم لها تأثر ذلك الجسم. طيب، ولذلك ترى مثلا لو أن الله تعالى يعني ابتلى بعض الأشخاص مثلا بالغيبوبة على سبيل المثال، أو الأشخاص اللي تكون لهم جلطات وما إلى ذلك، لو أنه عايشتم شيئا من هذه الأشياء أو لاحظتموها، ستجدون بأن الأطباء في المستشفى يعني يجعلون هذا المريض على سرير هوائي، ليس سريرا قاسيا، وإنما هو سرير هوائي حتى يكون يعني حمل الجسم على أو ضغط الجسم على الفراش لينا سهلا يسيرا. وفوق هذا وذاك تجد بأنهم يقلبونه دائما بشكل دائم، في اليوم يمكن يقلبونه أكثر من مرة أو على حسب ما تقتضيه حالته، في مر على هذا الصوب ومر على هذا الصوب. لماذا؟ لأن بقاءه على حال واحد سيصيبه بمرض خطير، وهو مرض تقرح الفراش أو قرحة الفراش، وهذه يعني شفاؤها عسير جدا. طيب، فالله سبحانه وتعالى أراد إكرامهم بحفظ أبدانهم عن تأثير الأرض عليها، ما يوم ولا يومين، هذه 309 سنوات. فكانوا يقلبون ذات اليمين وذات الشمال. طيب، قد يقول قائل: الرب الذي أنامهم 309 سنوات، والرب الذي حجب الشمس عنهم إذا طلعت وإذا غربت، أو ما كان يمكن أن يحفظ أبدانهم من غير تقليب؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، لكن كما قال بعض أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى يجري الأشياء في غالب الحال بحسب أسبابها المعهودة المعروفة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون هذه الأسباب عاملة. فالله سبحانه وتعالى له طلاقة القدرة في هذه الأسباب، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه، فقد يجريها حتى تسير وفق السنن الذي جعله الله تعالى سننا موجودا في الكون، وقد يعطل هذا السنن، وقد يجمع سبحانه بين النقيضين في وقت واحد. ولذلك تجد مثلا في قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. كان عنده زاد عصير وتمر، عصير وعنب، زاد سريع الفساد، وكان عنده حمار، طيب، أو عصير وطعام معين، وكان عنده حمار، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، ثم سأله: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. ما معنى لم يتسنه؟ لم يتغير. وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، عظام من؟ الحمار، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. أماته الله وجرت عليه أحكام الإماتة، ثم بعثه، ولم ينظر هو إلى بعثه، ولكنه
حينما سأله ربه كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، مت ثم بعثت، لكن سأريك آية أخرى. فأجرى الله تعالى قانون الزمن على الحمار، وعطل قانون الزمن عن إيش؟ الطعام والشراب. فنظر هو إلى شيئين كان معه، مر عليهما من الزمن إيش؟ الزمن الذي مر عليه، الطعام والشراب والحمار، ورأى الاختلاف النقائص. هذا مرت عليه 100 عام ولم يتسنه، لم يتغير. تعرف أنت العصير لو كان مر عليه يوم يمكن خارج الثلاجة يمكن يتغير، صح ولا لا؟ 100 عام مرت على ذلك العصير أو ذلك السمك والطعام ولم يتغير، كأنه تركه في تلك اللحظة. وأما الحمار فإنه أصبح عظاما رميما، أصبح رميما. فقال له شوف، هذا جرى عليه قانون الزمن، وهذا عطل عنه قانون الزمن، فهذا لم يتغير ولم يتأثر، وهذا تأثر وتغير. ولكن انظر كيف نحيي هذه العظام وكيف نبعثها. فكانت آية له، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى متصرف في خلقه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.